زي دوزي في التغطية مرة ثانية وتعود عند توبتينج، عرضية خطرة في المرمى، جول ديري ماركي، هدف ديري ماركي عن طريق ديريس رومدال. يا 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 حلوة ديريس رومدال في المتابعة الحلوة، يضع الكرة في الشباك مسجلا منها هدف الأول في هذه المباراة للمنتخب الدنماركي. كرة ملعوبة من توفتينغ وساقطة خلفية خلف كانديلا، والمتابعة الحلوة من مكان غير منظور، يتمكن دينيس رومدال ويسجل هدف الأول في هذه المباراة للمنتخب الدنماركي. وأورسن مورتن، فرحة كبيرة شاهدناها على أورسن مورتن،